وعليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هاني رايحه يعني نحكي لكم واحد الحكايه، ماهيش من قصص تاع الانبياء، حكايه يعني فيها عبره ونحبكم ديروها في بالكم. يحكيوا في قديم الزمان كانوا زوج خاوه، كانوا متحابين، يحبوا بعضهم، يحسوا ببعضهم، يكرموا بعضهم، يعني كانوا نعم الاخوه، يخافوا على بعضهم، ما يحبوش على بعضهم. وش نقول لكم، خاوه بمعنى الكلمه. ملا واحد النهار الشيطان دخل ما بيناتهم، وقلت لكم الشيطان وشنو هو الخدمه ديالو. خدمه الشيطان هو الفساد والفتنه، يفتن ما بين تنين، ولا شاف زوج متصاحبين ماذا بهم يعني يفرقهم، يفرق ما بين الازواج، يفرق ما بين الاصحاب، يفرق. هذه هي خدمته. ملا واحد النهار تخالفوا، كانوا يحكوا مع بعضهم واختلفوا، ملا تزايدوا بالكلام، والاخ صغير رفض صوته على اخوه الكبير، والاخر تاني كجاوبوا، ومن بعد كل واحد راح يعني لدارو. وهما كانوا ساكنين يعني كيف كيف، عندهم مزرعة واحدة، وهذاك ساكن يعني بجيه والاخر ساكن بجيه، بيناتهم برك كيما احنا نقولوا واد صغير هذا مكان. ملا كي تخاصموا هكذاك كل واحد سكت، ما ولاش يهضر مع اخوه، وهذا الصمت هذا وسكت دام اسابيع، يسمى ما ولاوش يهضروا مع بعضهم ويقصروا مع بعضهم كيما العوايد. اما لا، في يوم من الايام الاخ الكبير جاء طبطب عليه واحد الانسان، قال فوالا انا خدام ماصون، لا عندك كاش خدمه قل لي. الشيطان جاه في باله، قالوا ايه عندي لك خدمه. قالوا كتشوف هذاك الحجر، انا راني مسافر، وهذاك الحجر كامله سحقك تبني صور كبير، يزم الدار لي من هيك ما نشوفهاش، وهذيك دار خويا وخلاص، وتو ما نزيدش نشوف فيه، بيسك دار لي وفعل لي وعمل لي. الشيطان دار به وقالوا ابني صور ما بينك وبين خوك. ايه قالوا خلاص ما كاش مشكل، قالوا انه مسافر من على 3 ايام نولي ونخلصك. اما لهذاك العامل واش راح دار، وليو باش يبني صور بنا ان بون، قلت لكم كان واد صغير ما بين بينو وبين دار خوه، راح بنا جسر اللي هو ان بون. اما الاخ هذا كي شاف هذاك الجسر مات بالفرحه، يقول لك خويا يعني يحب يدير جاست باش نتسامحو، هو شاف خوه جا من الصفر وهو راح يجري ليه عنقو وباسو، قالو يا خويا بنيت هاد البون وبورتو انا اللي كنت غلط فيك، وسمح لي، وباسلو راسو وباسلو يدو، وما على بالوش ما باب الحكايه. مالا هذاك يعني خوه كي شاف هكاك خوه عنقو قالو سمح لي، وكامله استحى ما حبش يحكي الحكايه، كلي رطابت القلوب وطابت وتسامحو. وبهذه المناسبه داروا احتفال، ويعني داروا للزوج لهذاك العامل، وهذاك العامل يخزر غير بعينه وفرحان بالشي اللي داروا، يعني داروا وليمه وعشاوه الله الله، وقالوا له ماذا بك لو كنت تقعد تخدم معنا، احنا عندنا مزرعه كبيره ونسحقوا خدامين. قالوا يعطيكم الصحه وماذا بيا نقعد نخدم معاكم، بصح عندي بزاف يعني ديبون لازم نخدمهم في جوايه واحد اخرين. شوفوا يا احبائي حبيباتي، يعني جست لي داروا هذا الانسان، هذا البناء، هذا العامل، يعني كان قادر يبني صور كما قال له، بصح حتى المشافو غاضب والشيطان يعني وسوس له، شوفوا الجست اللي داروا بناء ان بون والف ما بين القلوب، وهذوك الزوج خاوه عاودوا ولاو كما كانوا، بيسك هذاك البناء عرف الخلاف اللي كان بيناتهم، وعرف بليك الشيطان برك اللي دخل ما بيناتهم. ايبا هذاك الجسر هذاك عاود يعني الف القلوب. وش رايكم لو كان يعني حبيباتي واحبائي نكونوا دائما جسر تاع محبه، جامي كي نشوفوا زوج متخاصمين نزيدوا نشعلوا النيران، اضعف الايمان اننا نسكتوا، ولا شفنا زوج يداوسوا، زوج ما همش يعني مختلفين، نكونوا محضر خير، نتفكروا هذاك الجسر وهذاك الانسان اللي بنى هذاك الجسر، نكونوا احنا جسر تاع الوئام باش نالفوا ما بين القلوب، وجامي نكونوا محضر شر في كاش خصام. على بالكم بلي كاين ناس يعني يكون يعني جار مع جارو، ولا يعني فرد من عائله مع خوه، ولا مع وليد عمه، ولا
يعود خصام يعني صغير، وكاين الناس يدخلوا الحكاية تكون صغيرة يعني بشوية كلام تاع نميمة، ويزيدوا يشحنوا القلوب كيما احنا نقولوا يحرشوا. المشكل يكون صغير يولي كبير، وهذاك الخصام اللي كان قادر ينحل بتتخ هذاك النهار ولا في هذوك الايامات يولي وش نقولكم القاضي وما يحلوش. الوغ جامي حبيباتي، جامي او غران جامي نشوفوا زوج متخاصمين ونكونوا محضر شر. دائما نقولوا الكلمة الطيبة مما كاش منها، يعني حلال انه بتتخ نكذبوا كذبة بيضة باش نألفوا بها القلوب. قال مثلا زوج يكونوا متخاصمين يقول لك شفت واش قال، لا تقولوا لا ما قالش عليك، ولا غير قال كان يهضر فيك غير الخير، ولا غير هو يحبك. على بالكم الكلمه الطيبه، على بالكم كيديك اللي يد الحنينه تاع الام اللي تمسح يعني بها على راس وليدها، ولا الكلمه الطيبه كيما هذاك الدواء اللي ينحينا الالام. هذا هو يعني البناء واش دار في هذه القصه. هذه هي حبيبتي القصة بالنسبة للقصة تاع اليوم، لندو بنها عبرة وإن شاء الله تقعد في عقولنا دائما دائما. هذه القصة تقعد لنا يعني في عقلنا. ودركا حبيبتي ما قعد لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.